وهنا يلاحظ في التوسل بأسماء الله صفاته أن تتوسل باسم يناسب دعائك. يعني إذا أردت تسأل الله الرحمة والمغفرة إيش ماذا تقول؟ اغفر لي وارحمني يا رحمن يا غفور يا غفور يا رحيم، ها؟ أو اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. تريد رزقا توسل الله باسمه الرزاق، اللهم ارزقني يا رزاق. تريد سترا تسأل الله عز وجل باسمه الستير، وهكذا. تريد عفوا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني انك عفو. فتختار من اسماء الله عز وجل ما يناسب مسألتك التي سألت. وبهذا تبين خطأ كثير من الناس انه يدعو على الكفار على المعتدين، اللهم عليك بأعدائك اعداء الدين يا ارحم الراحمين، ما يصلح. قل يا عزيز يا قوي يا جبار انك عزيز ذو انتقام، مش تدعو على الظلم وعلى المعتدين وتقول يا ارحم الراحمين، هذا ليس بالمناسب. واضح؟ ثم حتى اذا دعوت الله عز وجل وتوسلت اليه باسم من اسمائه يجب ان تدعو الله بخشوع تضرعا وخيفه، لا انك تصرخ صراخا على الله عز وجل، هذا ما يفعله كثير من الناس. تجد حتى بعضهم في الصفا في المروه في الطواف في يوم عرفه على المنابر، خاصه اذا كان يدعو على الكفار والظلمه وماذا بطشوا بالمسلمين وماذا فعل المستضعفين، تجد يصرخ على الله عز وجل. هذا غلط، غلط كبير. هذا لا يناسب ان تسال انسانا حاجه وترفع صوتك، صح؟ لو طلبت انسانا شيئا وصرخت عليه ورفعت صوتك ما قبل منك. فالذي يسال الله عز وجل يتضرع اليه ويتذل اليه، يا رب يا رب يا رب، ها؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يناشد الله اذ تستغيث ربكم فاستجاب لكم، فكان يناشد الله اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، يعني هذه اخر فئه تعبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، وهؤلاء اصحابه لو هزموا في بدر لانتهى الاسلام، لكان ايش؟ ما وصل الاسلام، كان الحين نحن والعياذ بالله عباد اوثان ولا حيوانات ولا بهايم ولا والاخر، لكن الله انقذنا بان نصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه وانتشر الاسلام حتى بلغنا. فهل رفع صوته النبي صلى الله عليه وسلم على الله في الدعاء؟ كلا، بل هذا ينافي الادب. واضح؟ تسال الله باسم مناسب مسالتك بخشوع وتذلل وافتقار وانكسار، تضرعا وخفيه، نعم، وخيفه. نعم. ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الايمان ان امن ربكم فامنا. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فيتوسل العبد الى الله بعمل صالح هو عمله. ولذلك يجوز ان تتوسل الى الله عز وجل بصلاتك على النبي عليه الصلاه والسلام. لان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام عمل صالح. فلو ان انسان اكثر من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وسال الله عز وجل، اللهم اني صليت وسلمت على نبيك، اللهم اسالك بصلاتي على نبيك ان تيسر امري، ان تغفر لي، ان ترحم والدي، وهكذا. طبعا هنا في قصه مشهوره عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح، ان ثلاثه لجاهم المطر الى غار، فلما دخلوا الغار انحدرت عليهم صخره، حدث عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، ما استطاعوا الخروج. فقال بعضهم البعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسعوا الله بأعمالكم الصالحة. فكل منهم ذكر عملا صالحا. فأحدهم قال اللهم إنك إني كان لي ابنة عم أحب أشد ما يحب الرجال النساء، وأنه راودها عن نفسها فأبت حتى حلت بها سنة، يعني ضيقة مالية، فأتته فطلب منها أن تخلي بينه وبينها، يعني أن يتمكن من أن يفعل فيها ما حرم الله. ففعلت ذلك على أن يدفع لها دنانير. فلما تمكن منه قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها الدنانير. قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت، انفرجت الصخرة. الثاني توسل بعمل صالح كان يبر به والديه، يعني يحلب لهما غبوهما ولا يسقي أحد قبلهما
إلى آخره. والثالث أنه استأجر أجيرا وترك أجرته ونمى هذا الأجر حتى جاءه بعد ذلك وأعطاه كل ما نمى من الأغنام ونحوها. حتى ذاك تعجب قال هذا حق، أعطني حق، قال هذا حقك، قال تهزأ بي، قال لا أهزأ بك. فساق الغنم كلها، فمن الأمان اللي عنده يعني. فسأل ربه جل وعلا فانفرجت الصخرة ومشوا ينطلقون في الشمس. فهؤلاء توسلوا إلى الله بعمل صالح، هذا هو المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تتوسل الله باسم الأسماء وصف من صفاته بعمل صالح تعمله تتقرب به الله عز وجل. النوع الثالث التوسل. طيب هذا هنا يعني المحك، جاءت بعض الأدلة، ظن بعض الناس من ظاهرها أنه توسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث الرجل الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدعو له، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى الله بالدعاء. ولكن في الحقيقة أن التوسل بدعاء الرجل الصالح لا بذات الرجل الصالح. ولذلك يشترط إذا وجد أحد رجلا صالحا يظن فيه الخير وأن يكون حيا وحاضرا، يعني ما يتوسل بإيش برجل صالح ميت، ولا يتوسل برجل إيش غائب، وإنما يأتي الرجل الصالح فيقول ادعو الله لي. والأولى أن يطلب الدعاء لعموم الناس، كما فعل عمر لما قال العباس قم يا عباس فاستسقي لنا، لأن على المسلم أن يدعو الله بنفسه وأن يكون له ثقة بالله عز وجل بأنه يجيب دعوته إذا دعاه. فلا داعي يطوف الناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي كما اعتاد بعض الناس، ادعوا لنا ادعوا لنا ادعوا لنا ادعوا لنا، كل ما وجه إنسان قال ادعوا لنا، هذا ليس من السنة. لو أن الشخص ما يتوسل بالخير معروف بالصلاح والاستقامة من أهل العلم والفضل ممكن، أما كل واحد ادعوا لنا ادعوا لنا ادعوا لنا، هذا ليس من السنة. نعم رغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يدعو لأخيه من غير أن يطلب منه، يدعو له بظهر غيب. فإذا دعا لأخيه بظهر غيب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الملك موكل آمين ولك بمثله. ولذلك الذي يعني ذكر العلم لو قلت لأحد ادعو الله لي فلتكن نيتك حتى يدعو لك بظهر الغيب ليستفيد هو، ليقول الملك الموكل آمين ولك بمثله. فهذه أصلا من أسباب استجابة الدعاء، وهو أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. لكن بعض الناس إذا دعا لأخيه بظهر الغيب بلغه وربما راسله وهو جالس قال أنا الآن أمام الكعبة ترى إيش أدعو لك، ما صار بظهر الغيب. ظهر الغيب سبحان الله ما يدفعك هذا إلا الحب، الحب في الله، الحب الخير له لأخيك. لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ما يعلم عنك ومع ذاك تدعو له، تدعو له وهو لا يعلم عنك، وإنما تبتغي بذلك أن تنفعه وتنفع نفسك. طيب قال كما فعل عكاشة رضي الله عنه حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون من 70,000، من 70,000. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000 هذه صفاتهم. فعكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. قال رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنه أو استعمل المعاريض بأدب رفيع نبوي قدوة وأسوة، ما قال أنت لا تصلح ولا أنت لست منهم، وإنما قال سبقك بها إليها إيش من عكاشة. فهذا لا بأس به الدعاء الرجل الصالح. نعم.